ولدوا في الحرب وكبروا فيها، وانقطع تعليمهم لسنوات رغم عودته بشكل متقطع العام الماضي، إلا أنهم لا يزالون يخافون الذهاب للمدرسة بسبب تلغيمها وتلغيم الطرق المؤدية إليها. الحرب انتهت، لكن لازالت الصدمات تلاحق أطفال شبوة التي عاد الهدوء إليها، صدمات الموت والحرب وفقدان الأطراف وعدم وجود الدعم والرعاية في سنهم الحرجة. عثمان أحد أبناء المديريات المحررة في شبوة، فقد طرفه في منطقة سكنية بالكامل حولها الحوثي إلى جبهة قتال، وتفاجأ كغيره من الأطفال وسكان المنطقة بتفخيخ شوارعهم بالألغام. تحدث عن احتلال الحوثي لمنازل المواطنين واستخدامها ثكنات عسكرية وتفخيخها قبل طردهم من ألويات العمالقة. كيف الحال؟ الحمد لله. كيفك يا عثمان؟ الحمد لله. وين كان الحادث يا عثمان؟ كان جنب البيت، أو كان هناك. كان هناك. هلا حنشوف وين المكان. إيش صار؟ متذكر؟ بعد ما انفجر اللغم كان عندي 5 أشخاص. ضليت صاحي؟ كنت متذكر؟ كامل. وين كنت رايح قبل ما ينفجر اللغم؟ أنا دائما أجلس هنا. كل مرة أجلس هنا لكن حصل اللي حصل. يعني كل مرة تجلس هنا وما صار شيء. نعم. متى زرعوا وتتوقع؟ ما أدري، لأن يوم التحرير، يوم هجمت القوات من هنا وحرروا بيحان من الحواثة كامل، بس الجبهات كانت هنا. بيحان تحرر من دون شيء. فالألغام زرعوها حتى قبل. وأنتوا كنتوا متضررين؟ نعم. طيب كثيرين. مش واحد بس. مش واحد، كم واحد؟ الكثير، فيها خيران وفيها إيش اسمه، وتحت حد بن عقيل. كثيرين تضرروا من هذا الألغام. طيب في اللي انقطعت ايده واللي اصابعه. في منطقتك غيرك انت من تضرر؟ تضرر هنا برضه نفس الطريقه، استشهد صاحب هذا البيت. هذا البيت من لغم صاحب هذا البيت اللي هو اسمها. تمام. تتذكر بعد ما انفجر اللغم ايش صار؟ بعد ما انفجر اللغم كلهم خرجوا من عندي، ولا عاد شفت واحد، بس شفت انا رجلي جسم رايح هنا ولحمه رايحه هنا والعظم في الوسط، طبعا ما راح الا القدم بس والاصابع هذه، اما الباقي عاد مكانه. للاسف الشديد الاطفال في المديريات اللي دخل هالحوثي سيلان وبيحان وعين، لا يعني بعد حتى بعد خروج الحوثي بقي الأطفال يشعرون بصدمة من هول الحرب وهول خوف الألغام وخوف الذهاب للمدرسة. أنا في منظمة شباب شبوة نرصد بشكل عام، ولكن معظم الانتهاكات كانت من قبل الجهات القوات الحوثي، وكانت المناطق مأهولة بالسكان، فكان القصف بشكل عشوائي، فتأثروا كثير من الأطفال، منهم من فقد أطراف، منهم من استشهدوا على عمر 2، 3، 5، 9 سنوات، وما دون ذلك وأعلى منه يعني، ولا زال الكثير منهم يعانون فيما يتعلق بالأطراف الصناعية، فيما يتعلق بحياتهم الطبيعية في المدارس، في حياته الاعتيادية مع أهله، ولا له ذنب إلا أنه طفل في منطقة صراع. وفي منطقة صراع وجهات ما يعني الجهة مثلا ما تحترم المواثيق الدولية، يعني القصف المنشآت الحيوية أو المناطق المأهولة بالسكان. توقفت عن المدرسة فترة؟ أيوه. كنت أي فترة صف؟ فترة اللغم. كنت أي صف؟ في صف 9 أظن. كنت في 9، أنت الآن أي صف؟ الآن في أول ثانوي، بس قد لي عدة أيام يعني ما عاد قدرت أرجع. ليه؟ ما كنت انزل على سياره، طبعا المواصلات هنا سيئه شوي. وانت ما تستطيع بهذا الطرف؟ قبل لا اركب الطرف. قبل لا تركب الطرف متى ركبت السيارات؟ متى ركبت الطرف؟ 2018 دهين. من وقتها لليوم ما جددته؟ لا طبعا، هذا قد له 3 سنين او من فوق 3 سنين. يعني من 2018 الى اليوم ما بعت جدد. طبعا المعاناة مكانها، في آلام في هذا الجه وفي هذا،
وهنا وطبعا حتى من وراء، مش أول مرة ولا آخر مرة، يعني الألم هدي. وهو مكسور، قدم متقطع، متقطع، محتاج طرف جديد. تقدر تمشي فيه أمشي ولا يختلف الطول سلام. الآن اختلف الطول، اختلف الطول شوي، محتاج أنت طرف جديد. أيوه، الدراسة تأخرت عنها كثير. درست أول سنة بعد الحادث على طول، يعني بعدها بشهرين نزلت أنا، حضرت الاختبارات النهائية ومثله، لأنها حضرت شهرين، بعد الشهرين ما عاد حضرت. بعدها حضرت الاختبارات النهائية وخرجت منها، طلعت البيت وصارت لي مشاكل وآلام ومثله، ولا عاد قدرت. بديت في أول ثانوي، بس من أول يوم ما عاد طعني. كملت أول يوم لكن ما عاد قدرت أمشي عليها. جلست في البيت حوالي شهر، ما أخرج لا هنا ولا هنا. هم جلسوا الحوثة هنا 3 سنوات من قبل. 3 سنوات ما دخلتوا المدرسة بسبب وجود الحوثي. أيوه، قلت لها 3 سنوات متوقفة، لكن ما حد لي نظرنا. نقول لهم متوقفة الدراسة، لكن ما خيلونا. خرجوهم عدنا للدراسة لكن مش مثل من قبل. ليش؟ بسبب الألغام، بعضهم ما قدروا يجون لهنا. حد الألغام لحد الآن موجودة، الحرب خلتنا نتأثر بها شوي، ندخل بخوف نخرج بخوف. إذا كانت المدرسة قريبة منهم هناك من عاد، أما من لم يتوفر له المواصلة وتوفير المواصلة التي تعمل على إيصاله لمدرسته، فهذا اضطر أنه ينقطع عن التعليم، لأنه طبيعي ما يقدر يوصل للمدرسة، وأبوه يعني يا أما يوفر لقمة العيش له أو يجلس يعني يوديه ويرجعه للمدرسة. تحررت المديريات عسيلان وبيحان من وعين من الحوثي، بعد ذلك رجعت الكرة الثانية يعني، ودخل الحوثي في العام 21. استمر فترة، خلال فترته اللي استمر عليها 3 أشهر قطعت المدارس بشكل تام، خاصة في مديرية عسيلان وأجزاء من بيحان وعين، والمدارس اللي تقع تحت سيطرتها ويعني معظمها إما استخدمت يعني كمواقع عسكرية أو بزرعة الطرق المؤدية لها بالألغام، فأكيد هناك تخوف من قبل الأهالي ومن قبل الجهات المختصة على أنه قد يصاب أحد بأذى، إضافة إلى التدخل في المنهج وما إلى ذلك من الأمور. يملك عثمان طرفاً مكسوراً حصل عليه قبل 4 سنوات ولم يتمكن من تجديده، ما سبب له آلاماً مبرحة ولم يتمكن من العودة للمدرسة أو استكمال تعليمه. ينمو عثمان والطرف على ما هو عليه حتى أصبحت حركته محدودة في محيط منزله لعدم قدرته على تحمل الألم أو السير دون دواعم، ويقضي معظم يومه يعاني من آلام لا تتوقف ولا يملك وسيلة مواصلات تحمله إلى المدرسة. أخذني عثمان إلى المكان الذي وقع فيه الحادث الذي لا يزال يذكره تماماً. عثمان كحال كثير من الأطفال لم تتمكن أسرته من إيصاله إلى المدرسة أو توفير طرف جديد له. كثير من الأسر دمر الحوثي باجتياحه شبوى مصدر رزقهم بتلغيم أراضيهم الزراعية، فأعطوا الأولوية لتوفير متطلبات الحياة المعيشية على توفير احتياجات ومتطلبات المدرسة لأطفالهم، ما تسبب في حرمان الكثير منهم من التعليم مع استمرار انقطاع الرواتب وغياب فرص العمل واتساع رقعة الفقر. معظم الأطراف اللي تم عملها هي عن طريق فاعلين خير وجمع تبرعات من أبناء المنطقة أو من خارجها. كجهات دولية أو منظمات لم أعلم بأن هناك ما يعني جهة معنية بالتدخل المباشر في ما يتعلق بالأطراف الصناعية، ولا زال هناك الكثير من أبناء المنطقة سواء الأطفال أو المواطنين يعانون من الأطراف الصناعية التي تم توفيرها لهم في جهة فترة سابقة، سواء عن طريق أهاليهم أو عن طريق فاعلي الخير لمن أسر يعني لم تصنع له ظروفها المادية عملها. نمو الطفل يعني أسرع من نمو الشخص الكبير، فلذلك يلاحظ أنه يتعب الطفل الطرف الصناعي هذا، وبحاجة إلى جهة تتبنى أنه هذا الطرف يعني تعمل له آلية وفق المعايير الطبية المتبعة لدى الجهات المعنية، بحيث أنه يتم تبديله كل 6 أشهر كل سنة على حسب المعايير اللي متبعة في مثل هذه الحالات.
مناطق شاسعة لم تنظف بعد من ألغام الحوثي، وأهالي المنطقة لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم المفخخة، وأطفال تضررت حين تتفاجأ يومياً بألغام مزروعة بجوار المنازل. نحن الآن في بيحان في محافظة شبوة، هذه المنطقة فخخها الحوثي بالألغام، لكن حررت قبل شهرين من قوات ألويات العمالقة. حالياً يتم إزالة الألغام منها كما تشاهدون. تبرعت أسرة في المنطقة بنزع الألغام بعد ارتفاع عدد الخسائر في الأرواح حولهم وعدم قدرة سكان المنطقة العودة إليها. تابعت الطرق البسيطة التي يستخدمونها لنزع الألغام وتفادي خطر الموت بها. نحن فريق متطوع شغالين في نزع الألغام من قبل 7 سنوات، ونحن لازلنا مستمرين في نزع الألغام من 7 سنوات. من 7 سنوات متطوعين لوجه الله، ما نحن موظفين تبع أي شيء. شو الأدوات اللي تستخدمها؟ معنا 2 مجسات مش من هذه المجسات الحديثة اللي الآن معنا، يعني مثل هذه المجسات الآن المتطورة، لا، معنا مجسات سابقة مش متطورة. يعني يوم اللي شقالين على الغام، يعني على حسب، كلها من عند أرحم الراحمين، شقالين من أجل لنقذ أهل مدينة السلام في الألغام. 7 سنوات صار عندكم خبرة. 7 سنوات الحين لازلنا مستمرين. أهم الشغلات في إزالة الألغام إيش هي؟ أهم خبرة لازم تكون عندك لما تزيل الألغام. صار يعني 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 ما القوم به التعامل معه في العبوات هذه، على يعني عبوات ليزر، عبوات يعني أخطر عبوة اللي يقوم بمعاملته، الذي كانت على تحكم أو على ليزر. وقبل تقريبا 1.5 شهر في عبوة ناسفة على ليزر خذت واحد من أخواني، وقبل سنة خذت واحد قبله، يعني قد ضحينا من هذا الفريق يعني 2 من أخواني. احنا واحنا الباقيين عاد باقي منا الا 4، لازلنا عاد الحين مستمرين من اجل انقاذ اهل مديرية عسيلان. يعني قد انقذنا، يعني قد طلعنا في هذا الاسبوع الماضي ما يقارب حول 1000 لغم قد طلعناه، من عبوات ناسفه، من الغام فرديه، من الغام مضاد العربات، يعني مضاد السيارات. عندكم اشكال لهي؟ عندنا موجود، عندنا باشكالها والوانها. هذه الان العبوه اللي على كاميرا، هذا الكاميرا حق العبوه، هذا الكاميرا. هذه العبوة الناسفة الذي يتعامل معها يعني بكل صعوبة بكل قوة يتعامل معها. هذا يحطونها بين الحجار، يموهونها على لون الحجار، بعدين يتعامل معها. هذه وهذه هو حقها، أول ما يتعامل معها لقطع الصاعق حقها، وهذا هو حبل التفجير. أحيانا يسوينا على كاميرا أول ما تقطعها تنفجر، وأحيانا يسوينا على أريال تحكم من عنده. هذا الأريال هو، هذا هو التحكم. أيوه. وهذه هي الألغام مضاد السيارات، هذه هي الألغام، هذه هي الألغام يعني تعدم الآلات، تعدم هذا جابوه لنا حليب على لون التراب، وهذه هو الألغام الفردية، أول ما يضغطها الشخص على طول انفجر. هذه يدفنونها بالتراب، يضغطونها أول ما يقع انفجار تأخذ الأسنتين الأرجل، تقطع الأرجل كامل. هذه فيها مادة هي مسمى مادة السيفور، أقوى مادة. في ألغام ثانية حصلنا براميل، يحطونها بالنقاط وتلزم عندها تقول له هذا برميل عادي، وهو مفخخ برميل. وحصلنا من هذه الصبيات اللي يحطونها على النقاط، هذه الصبيات السمت، هذه صلحوها موها زي تقولنا زي السمت، وهي مفخخة. صلحنا بلوك عندنا الآن متواجد إلا هذا البرميل. هذا في، هذا هو البرميل، كانت داخلي عبوات. أيوة. وهذا هذا حق التحكم، وهذا حق هذا يكون في هذه، وهذا فيه 3 كنداسات. هذا مليان من فوق 10,000 حبة بيرنج، مليان يجبون على بطنه، ويكون بعدين برميل عادي ما تفكره، يكون زي على حق النقاط. هذا كان هذا برميل ناسف، الحصل هذا القاح على النقاط، يصلحونه بالنقاط والخطوط، ويرمون حين يرمون على الخطوط يرموه. بس أيوة. انتوا تعرفوه انه هو هذا؟ عارفين الحين، اول ما حصلنا اول برميل مفخخ على طول عرفنا ان كلها البراميل، وحصلنا بلوك زي البلوك هذا. كيف فككتوها؟ هذا تتعامل معها، اول ما تتعامل معها هذا يعني نقدم الحين على الله، يعني مضحين بنفسنا، يا اما الفكه او تاخذنا. يعني كيف تفكوا؟ تتعامل معها اول ما تتعامل معها زي العبوه. هذه هذا الاريال، هذا اريال تحكم، وهذه هي البطاريات حقها. من وين تفكوا؟ اول فكه هذا حقها كامل، فك هذا الاريال حقها.
سوق صاعد على طول تعمل معها نفصلها فصل نفصلها أيوه. خلاص على طول خلاص خلاص واذا ما نجحت تنفجر لا أنا ما فكر حكم عليها قبل يفكر في حدا يعني صار حادث صار صار خذ اول ما دخلوا العمالقه اول ما دخل تفجرت عليهم براميل اول ما كان يدرون بها وفي صبيات وفي بلوك وفي زي هذه العبوات الناس يحطونها بين الحجار ما يدرون بها ويجوا العسكر من جنبه ويصير انفجار ايش المواد اللي تكون موجوده جوا المواد اللي تكون جوا هذا كنداسات هذا ماده سيفون عبوات ناسفه وهذا مليان حبوب بيرنجات هذه يصلحون من هذا الحليب البيرنجات هذا كله يصلحون اول ما يقع انفجار هذا بيجي فوق 10,000 حبه بيرنج هذا في هذه البراميل شظايا تكون شظايا يعني ما تسلم هذا لا تسلم الافراد ولا تسلم الطوم عزلنا بالالاف الالغام من الغام عربات والغام فرديه ما عندنا جهات مختصه فوق ما عندنا الى 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 شيء جهات مختصه او شيء يعني امن وامان يعني حكومه كانت تدعمنا بالجزيه الحديده والحين عندنا القدره نقوم تصفيه مديريه عزيلان لكن لم نتواجد عندنا شيء حل امكانيه ما عندنا سيارات ما عندنا اجهزه حديثه متطوره ما عندنا شيء فجروا بيوت يعني قلب يعني المناطق الزراعيه بدل يوم كان المواطنين يزارعون فيها قلبها الحوثي مناطق زراعه الالغام زرع فيها الالغام الان تدخلوا لهي البيوت اللي كان فيها الحوثي ولا ما عندكم قدره دخولها تخافوا لا الدخول الاماكن اللي مفخخه القوم معاملتها في بيوت دخلت عليها بس منعوني ادخل للداخل لانها ممكن تكون مفخخه في اماكن عاد ما بجيناها عاد الحين القوم بترتيب العمل بالاسرع يعني القوم الان فتحوا الطرقات من حيث المواطنين بيمشون وفي الاماكن يعني كل عملنا بانظام ماشي عندنا عمل عشوائي بالنسبه للالغام هو يعني استمرت زراعتها من العام 2015 الى العام 2018 هذه كانت فتره زراعه الالغام من قبل الحوثيين في مناطق مهوله بالسكان مناطق زراعيه مناطق رعي الاغنام مناطق المواشي وبعدين حصلت حوادث انفجار الغام بمواطنين كانوا في عابرين طريق عامه او فهنا بدأ التوجس من خطر الألغام وفعلاً بدأت الناس تخاف أنه المنطقة مزروعة في 2017 كانت المسألة كارثية بمعنى الكلمة حيث أنه كل ما مواطن يخرج بالمزرعة أو بطريق عامة يفاجأ بلغم وحتى الأطفال يعني تعرضوا للألغام بشكل فظيع وسواء كان رايح للمدرسة ينفجر به الألغام يعني هالطريق هذه أمس كانت كويسة اليوم يتفاجأ أنه مزروعة ألغام وبدأنا بالتوعية في نهاية العام 2018 حملة توعية عن مخاطر الألغام متى كان الحادث؟ أول ما تحرر بمديرية بيحان من الحوثيين ونحن نقوم بفتح طرق إلى طرق للمواطنين إلى منازلهم ومعنا أجهزة مش حديثة يعني كثر العمل عليها صار واحد من الأجهزة يعني خرب طفي ونحن لازلنا نشتغل طلعنا عما يقارب 150 لغم فردي ونحن مشتغلين يعني من الساعة 5 الصباح الفجر لما الساعة 9 وصار الانفجار علي مباشرة أي ساعة؟ الساعة 9 الظهر صار الانفجار و تتذكر؟ يعني ماسك الجهاز يعني في عقليتي يعني يعتبر ان الجهاز شغال وصار الجهاز طفي وانت تعتقد انه جهاز شغال الجهاز شغال اعتقد يعني صار الانفجار في لحظه وبعدها فقدت الوعي بعد ما وقع الانفجار ونحمد الله تحركنا واسعفوني الى مستشفى احتق شبوه ونحمد الله بتروا هذا الرجل اليمين من فوق الركبه والرجل الثاني هذا تعورت وبعدين قعدت بجي 3 شهور وبعدين سافرت مصر وقعدت طرف على حسابي نم يعني صلح لي طرف يعني أي دولة ما بش يعني صلحته طرف هذا من جيبي الخاص ورغم هذا نزلت مرة ثانية على الميدان وما ترددت على الميدان ليه ما ترددت أنت فقدت الطرف ما بقول أنا فقدت طرف عندي يعني عندي القوة وعندي يعني عندي القوة من هذا من فضل الله ولازلنا مستمرين لازالت مديرية عسيلان ملغومة ويعتبرون هذول أهالي يعتبرون يعني ما يقارب 100,000 نسمة يعني لما قلنا يعني بتصفية الألغام بيكونوا هم الضحايا
لكن نحمد الله ولا أنا فاقد واحد من أطرافي، لكن عندي القوة ولا زلت مستمرين في هذا العمل. في أطفال راحوا ضحايا من الألغام، في بعضهم أرجيلهم قطع كلنا سنتين، وبعضهم توفى على طول. لكن نحن قمنا بسرعة تصفية مدير سلام الألغام من أجل سلامة المواطنين. الآن الوضع آمن؟ الآن الوضع يعني مش آمن بقول بالكامل، يعني الوضع آمن نص. نعادها من مديرة عسام ملوثة بالألغام، زرع فيها الحوثي بالآلاف الألغام، وتخرجنا ما يقارب الآن الناس في مديرة عسيلان، قد أمنا نص المديرية. شو اللي ناقص؟ يعني ما بش عندنا أجهزة حديثة، ناقصة عندنا أجهزة حديثة، ما بش معنا سيارات، باقي معنا منطقة النقوب عادها ملوثة بالألغام، ومنطقة الحماء، ومفرق السعدي، عادها نص ما يقارب مديرة بيحان وما يسمى الخالدية، عادها ملوثة بالألغام. هذا هو مجلس الألغام، هذا اللي نتعامل معه. أول ما نبدأ بتعامل معه يعني الآن أفكر يعتمد قدر الآن في العمل بأبدأ أشتغل. أول ما تعامل معه بفتح هذا ما يسمى عندنا هذا هو المجلس، أول ما تعامل معه وبعدين أضغط هذا حق التشغيل تعامل معه، بعدين أخذه لأخ 10 دقائق لما يشتغل، بعدين ألف على التربة اللي هو عليها. هذا بعمل ما اكتشف قد هو يعطيني هنا الانذار، بعدين يعطيني الخبر يعني، وأبدأ أشتغل. هاي الأجهزة من وين اشتريتها؟ هذا اشتريناها. من وين اشتريناها؟ يعني جابها لنا واحد يعني مثل ما تقول الطوة، ما أنا جابها لنا من الخارج. هذا الجهاز لو خسرته إيش يصير؟ يعني هذا الجهاز يعني لا خسرناه أو شيء، يعني خسرت أول حاجة يعني نفسي، يعني هذا الجهاز هو نحافظ عليه أسر من عيني. هو الجهاز هذا يحافظ أول حاجة على نفسي، ثم يحافظ على العمل إنسان ما حد يقرح من المواطنين بعدي. محتاجين أجهزة، يعني محتاجين أجهزة حديثة، في أجهزة حديثة أسر من هذه، يعني هذا الأجهزة يعني 70% خايفين منها، أحيانا تفوت بعض الألغام. في أجهزة حديثة لكن ما عندنا إمكانية نقوم بجيبها يعني، ولا عندنا إمكانية لأخذها، ولا في أجهزة حديثة يعني تكشف اللغم الفردي واللغم العربات، يعني أجهزة متطورة لكن ما عندنا إمكانية لجيبها. لكن ما عندنا لهذا الجهاز يعني كم جهدنا، حتى هذا يعني هذا المجلس أكثر من عمل 3 ساعات يكون فيه زي الحرارة، بعدين يفوت الألغام تروح منها الإحساسية، إحساسية يعني حق الألغام اللي هو يطلع، ما عاد يطلعها، يعني عمله 3 ساعات ويوقف. يعني هذا المجلس يعني نستخدمه يعني نشغله 3 ساعات ونوقف عليه ساعة حتى يبرد، بعدين نواصل العمل. تحررت المديريات، وللأسف أن كمية الألغام اللي زرعت كانت مهولة وكانت صادمة، ولا زالت مناطق واسعة جدا من خاصة من مديرية عسيلان لا زالت الفرق فيها إلى الآن لم تحقق فيها نسبة ما يقارب 20% من المناطق اللي تم زراعة الألغام فيها. لا يزال يعمل يوميا مع أسرته على نزع آلاف الألغام بكافة أنواعها، ولم يتوقف عن تقديم المساعدة لأبناء منطقته رغم الإصابات الخطيرة التي تعرض لها وفقدانه لأطرافه. يقول لي هذا الجهاز سلاحنا الوحيد للبقاء أحياء لعدم وجود مؤسسات تستكمل تنظيف مناطقنا من الألغام المتطورة التي لا يمكننا بإمكانياتنا البسيطة تفادي خطرها. وخطرها الآن 100% على المواطنين والأطفال والمواشي وأهالي المنطقة، أما كجيوش أو هذا معهم إمكانياتهم ويقدروا يتفادوا الوقوع فيها. يعني مركز مسام يعني هو المسؤول عن نزع الألغام، هو الجهة الوحيدة التي تدخلت إلى حد الآن في هذا الجانب. وهناك فرق تطوعية من أبناء المنطقة معهم إمكانيات بسيطة يعني أجهزة نزع ألغام بسيطة، مجسات يعني بسيطة، ويحصل فيها أحيانًا نوع من الخلل فقدنا بعض المتطوعين هؤلاء بسبب إنه الإمكانيات اللي عندهم ضئيلة وضعيفة، ولا تثير التعامل مع الألغام الموجودة نظرا لكثرة أنواعها ويعني التقنية المستخدمة فيها. لا يعاني أطفال شبوة فقط من فقدان أطرافهم بسبب الألغام. فخلال مروري بباب المندب باتجاه الحديدة شاهدت عدداً من الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، فتوقفت لأتابع مع أحدهم القصة.
كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ سليمان عزيز. كيف حالك يا سليمان؟ الحمد لله. كيفك؟ كم عمرك؟ 10. ومتى صارت الإصابة؟ كلها 4 شهور. قبل 4 شهور؟ مين جاب لك هدول؟ بلا حدود. مين؟ ندوة طب بلا حدود. أطباء بلا حدود؟ في ألغام كثير في المنطقة؟ صفوها كيف؟ صفوها؟ يعني ما في ألغام حالياً؟ إلا يعلي. وين؟ هذين كان جبال. وين كنت تمشي أنت، في هاي المنطقة ولا في منطقة ثانية؟ منطقة هذيك. كنت تمشي هناك؟ خلينا نشوف. شو كنت تعمل؟ أرعى. كنت ترعى؟ ترعى أغنام؟ وماشي. مين اللي حط هاي الألغام؟ هذا. خرجوا هلا من المنطقة. في المدرسة؟ تروح على المدرسة؟ أي صف؟ صف الثاني. صف الثاني؟ كيف المدرسة؟ مفتوحة؟ هي مقفلوها الآن. كلها آمنة على ضمانتك. إيش هذا اللي هون؟ إيش هذا اللي هون؟ حفرة. حفرة عادية. وتأمن وتروحها كلها لوحدك هاي، كلها منظفة. طب وين إشارات نزع الألغام؟ وين الإشارة إنه نزع الألغام؟ ما الإشارة؟ ما في حدا تبرع لك بطرف؟ حتى يسبروا لي عاد. مين؟ تبع اللي عدن هلا. في عدن؟ أيوه. ممكن يجيبوا من عدن طرف صناعي؟ مرتاح عليهم؟ مرتاح. مرتاح. وبتمشي كل هاي المسافة لوحدك؟ سليمان بينتظر طرف الصناعي، لكن حتى الآن لم أشاهد أي علامة تدل على نزع الألغام. ربما هذا خطير، حتى نحن لا يمكننا المسير في هذه المنطقة بدون أي إشارات. هذا الجبل الذي أصيب فيه، ويقول بأنه منزله بهذا الاتجاه، وهنا في هذه المنطقة المليئة بالألغام أو المنزوعة الألغام لا يوجد إشارة. أطفال بيحان وعسيلان وغيرها من مديريات شبوة منقطعون عن التعليم رغم تحريرها لعدم تنظيف مئات الآلاف من الألغام التي زرعها الحوثي قبل انسحابه، والتي حصدت أرواح مئات الأطفال والمواطنين، وفقد كثيرون أطرافهم دون وجود جهات داعمة تقدم المساعدة. كم ستحتاج شبوة من أعوام لإعادة الوضع التعليمي إلى أفضل مما كان عليه؟ وكم من وقت سينتظر الأطفال للحصول على أطراف وفرص تعليمية جيدة؟